مساء الخير يا حضرات، معكم المستشار العقاري محمود كساب، استشاري ريال استيت العاصمة الإدارية الجديدة. النهاردة هتكلم مع حضراتكم عن أحدث منطقة تجارية تطرح في العاصمة، هي منطقة الـ MU19، منطقة الداون تاون. طبعا بشكل عام أنا كده فاتح مع حضراتكم إعلان المرحلة الأولى للعاصمة، هي مساحتها حوالي 40,000 فدان. عشان تبقوا حضراتكم عارفين المداخل بتاعة العاصمة، أول حاجة الطريق الدائري الأوسطي وطريق السويس، الطريق الدائري الإقليمي ده يعتبر موازي للطريق الدائري الأوسطي. الطريق الدائري الأوسطي ده اللي بيفصل ما بين القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، وطبعا لينا هنا المدخل للعاصمة من محور محمد بن زايد الجنوبي، وموازي ليه هنا محور محمد بن زايد الشمالي، ويتوسطهم طبعا النهر الأخضر. في الأول حاجة هنا مسجد الفتاح العليم، وماشي بطول امتداد النهر الأخضر. طيب في عندنا هنا بقى طريق السويس، ده الطريق اللي هو كل اللي جاي كده من مصر الجديدة ومدينة نصر داخل العاصمة، أو على طريق السويس القاهرة الجديدة بنوصل لهنا المنطقة بتاعت مدينتي، وبعد مدينتي على طول الطريق اللي هو محور الأمل، وده يعتبر كمدخل هنا من مداخل العاصمة ما بين الحي السكني الثاني والحي السكني الثالث. تالت حاجة هنا الطريق الدائري الإقليمي، وده برضو يعتبر متفرع من طريق، يعني هو يعتبر موازي للطريق الدائري الأوسطي، هو قاطع العاصمة بالكامل وصولا لحد طريق السخنة. دي كده أهم المحاور الرئيسية في العاصمة والمداخل الرئيسية للعاصمة. طيب احنا نرجع كده للبوينت اللي كنا بنتكلم عنها، هي منطقة الداون تاون. زي ما حضراتكم شايفين الداون تاون هي تعتبر أحدث منطقة تجارية تطرح في العاصمة، هي منطقة متخصصة للأنشطة التجارية متحددة من قبل جهاز العاصمة الإدارية الجديدة. اللوكيشن بتاعها انت عند حضرتك كده من الشمال الحي الحكومي ومنطقة الحي المالي، من جهة الغرب فندق الماسا والمنطقة اللي فيها دار الأوبرا والفنون والثقافة، من جهة الشرق امتداد أو بداية المرحلة الثانية للعاصمة، ومن الجنوب محور محمد بن زايد الشمالي والنهر الأخضر، وبعد كده المناطق بتاعة الكومباوندز. طيب طبعا هي كمنطقة بشكل عام هي بتتوسط أهم المعالم الرئيسية في العاصمة، من حيث زي ما اتكلمنا كده محطة المرونيل المركزية، في طبعا دار الأوبرا موجود هنا في المكان دوت، فندق الماسا هي تعتبر واخدة فيو مباشر قصاد فندق الماسا، محطات القطارات المركزية الثلاث محطات دول، بالإضافة طبعا للحي الوزارات الحي الحكومي هنا هيئة الرقابة الإدارية ومبنى البرلمان، تعتبر برضو من أقرب الطرق أو من أقرب المحاور الرئيسية ليها ده محور العاصمة. محور العاصمة ده موازي للطريق الدائري الإقليمي، ده كده حضرات محور العاصمة. هنا في الأريا ديت موجود المطار، وهنا منطقة القصر الرئاسي، والطريق دوت هو يعني نكمل معانا بطول امتداد العاصمة وصولا لحد طريق السخنة، وطبعا قاطع محور محمد بن زايد الجنوبي والنهر الأخضر وصولا لمنطقة الأريا ديت بالظبط فيها الكاتدرائية، فهو يعتبر محور مهم جدا في العاصمة. طيب الداون تاون زي ما احنا اتكلمنا كده يا حضرات هي منطقة مخصصة للمباني التجارية فقط، هي هيبقى فيها مشاريع زي مول العرب، كايرو، فيزيفال، هيبقى فيها أماكن مخصصة لمحلات الموضة، ومنطقة متخصصة للمنتجات الفنية وأسواق الذهب، هيبقى فيها مناطق مخصصة للفنون والرسم التشكيلي والموسيقى، هيكون فيها منطقة خاصة للحدائق على الطراز الغربي والطراز الشرقي، هيبقى فيها برضو منطقة مخصصة لشركات التأمين وشركات البترول، ومنطقة خاصة للأجهزة الكهربائية والتكنولوجيا، هيبقى في منطقة خاصة للمعلومات الداتا سنتر، دي خاصة طبعا بإصدار الإحصائيات المتعلقة بالدولة من أعداد المواليد والوفيات. هيبقى كل منطقة
هتكون مخصصة في نشاط معين، هي هتتراوح المساحات هناك بداية من 10 فدان لحد 100 فدان. طيب أنا كده يمكن هوري حضراتكم برضو، يعني ده الشكل بتاع المنطقة بتاعت الـ MU19 أو منطقة الداون تاون. زي كده ما احنا اتكلمنا مع حضراتكم، هنا فندق الماسة ودار الأوبرا غربا، شمالا الحي الحكومي والقصر الرئاسي، جنوبا النهر الأخضر ومحور محمد بن زايد الجنوبي، وطبعا في الأريا ديت من جهة الشرق الامتداد بتاع أو بداية المرحلة الثانية للعاصمة. طيب أنا هتكلم مع حضراتكم كده على سبيل المثال، برضو هعرفكم بال دي كده حضرات برضو البلان اللي هي بتوضح الأكواد بتاعة التقسيم الأراضي في منطقة الـ MU19. إحنا عندنا هنا في منطقة خاصة للأحياء، حي خاص للأزياء والموضة حوالي 40 فدان، هو تقريبا موجود في القطعة في الأريا ديت. في منطقة خاصة لسوق الذهب هتلاقوها برضو متعلم عليها في المنطقة ديت، تقريبا حوالي 34 فدان. في الحي الإداري حوالي 27 فدان، في الحي التراث والفنون 17 فدان، شركات الكمبيوتر هيبقى فيها حوالي 22 فدان. شركات الكمبيوتر ديت هتضم أهم الشركات المعروفة عالميا زي مايكروسوفت وشركة أنتل، في مثلا شركات التأمين حوالي 16 فدان، شركات البترول 52 فدان، الأدوية هتبقى حوالي 27 فدان، الحديقة اللي هي على الطراز الغربي حوالي 27 فدان، والحديقة على الطراز الشرقي 34 فدان. يعني هتلاقوا متحددة هنا الأماكن بتاعتها، برضو أماكن الحدائق موجودة هنا كلها متعلمة بالألوان. يعني الألوان ديت حضراته يعني عاملة زي برضو بيصنف لك البلان ديت إيه اللي هيتعمل عليها بالظبط. يعني في معانا برضو المنطقة السياحية، منطقة التنزه والتسوق دي اللي هيبقى فيها بقى الأريا ديت اللي هيبقى فيها المشروع بتاع بيراميدز ولافايت وسمارت وإيفيرا. تمام. طيب في عندنا برضو منطقة تعليمية ومنطقة صحية، ودي بقى الحاجات اللي هي الخاصة بمحطات الوقود والكهرباء، وهيبقى ده المنطقة دي كلها حوالي 60 فدان، مسجد مصر أو 68 فدان. عندنا في محطات البنزين والغاز هتكون حوالي 9 فدان. يعني أنا كده بقدر الإمكان بحاول إن أنا برضو أوضح لكم الصورة بشكل كويس. يعني كل منطقة هتكون مخصصة لنشاط معين، بحيث إن هي هتبقى تمركز أو مركز هيبقى فيها كبرى الشركات أو اللي هي الأفرع الرئيسية للشركات في الأريا دي تحديدا لنشاط معين. زي كده بالظبط دلوقتي أي حد لما بيحب إن هو ينزل عاوز يشتري مثلا لابتوب أو حاجة خاصة بالإلكترونيات أو كده، بيروح على طول دايما لسوق العصر في مصر الجديدة في الخليفة المأمون، أو بيروح مثلا مول البستان في وسط البلد. فهي بتبقى حاجة زي كده، إن أنت بتبقى رايح لحاجة هي منطقة متخصصة في نشاط معين. تمام؟ طيب إحنا عندنا المشاريع التجارية هي عبارة عن هناك أرضي و5 أدوار تجاري موجود. إحنا عندنا حاليا 4 مشاريع، مشروع بيراميدز مول ولافايت مول وإيفيرا وسمارت، ده أحدث مشروع يطرح خلال الفترة ديت. بيراميدز مول أنا هدي لحضراتكم برضو كده، ده اللوكيشن بتاع بيراميدز، هو كان في الاسم الأول بتاعه الماسة، بعد كده بقى اسمه بيراميدز. هو مساحته حوالي 45,000 متر مساحة الأرض، هي تعتبر ده أكبر مول تجاري يطرح في العاصمة لحد الآن. المشروع متقسم على 3 مباني، مساحة الدور الواحد حوالي 13,500 متر. عند حضرتك المساحات المحلات بتبدأ من 26 متر، سعر المتر بيبدأ من 90,000 لحد 170,000، وموجود فيه حوالي 6 أنظمة سداد اللي هي متعارفة في المشاريع بتاعت بيراميدز. عند حضرتك نظام سداد 5% و8 سنين، في مقدم 10% و10 سنين،
وعندك بقى نظام سداد 25% وقوة قسط بعد الاستلام، وممكن المقدم حضرتك تجدوله في أول 7 شهور، وفي عندك نظام سداد 30% وأول قسط بعد الاستلام وبتاخد عليه عائد فوري 12% سنويا في أول سنتين، وفي نظام 35% مقدم وبتاخد عليه عائد 14%، وفي نظام 40% مقدم وبتاخد عليه عائد 16% سنويا في أول سنتين، وطبعا أول قسط بعد الاستلام. هي الشركة في الفترة ديت عاملين عرض مميز للعملاء اللي بتحجز دلوقتي، بيبقى فيه ديسكاونت 10% من توتال سعر اليونت. لو حضرتك اشتريت محلين أيا كانت المساحة بتاعتهم بتاخد سويت فندقي، ده بيبقى في مشروع لكابيتال سويت لاجون كادو يعني. ولو أخدت 3 محلات أيا كانت المساحة برضو بتاخد سويت استوديو، ده بيبقى استلام فوري في كومباوند لكابيتال اللي موجود في الار 7. طبعا المشروع ده احنا بنتكلم تسليم كمان من 2.5 لـ3 سنين. طيب ده كده بالنسبة زي ما هو واضح كده اللوكيشن قصاد حضراتكم، ان هو واخد فيو مباشر قصاد فندق الماسا. هو فندق الماسا ده مساحته حوالي 10 فدان، وده برضو مساحته تتعدى 10 فدان كمان. في عندنا بعد كده المشروع بتاع لافاييت، احنا عندنا القطعة دي القطعة بتاعت لافاييت. مشروع لافاييت هو يعتبر بجوار المشروع بتاع بيراميدز مول، واخد فيو مباشر قصاد فندق الماسا، واخد ناصية مع الحي الحكومي. مساحة الأرض بتاعته حوالي 23,000 متر، هيكون متقسم برضو لـ3 مباني تجارية ارتفاعات أرضي و5 أدوار، متقسمة مثلا عند حضرتك الدور الأرضي هيبقى فيه منطقة خاصة كده للتزحلق مثلا، واللي هو المنطقة الخاصة للجليد والتزحلق زي كده، بس مول العرب مثلا هيبقى الدور الأول خاص بالفاشون، الدور الثاني دي هتبقى منطقة خاصة للجيم والكيدز اريا، الدور الثالث ده هيبقى منطقة خاصة للفود كورت والمطاعم، آخر دورين هيتقسموا هيبقوا قاعات سينما. عند حضرتك سعر المتر في المشروع ده بيبدأ من 70,000، والمساحات بتبدأ من 26 متر. أنظمة السداد لسه لحد دلوقتي مفيش تفاصيل عنها. تالت مشروع بعد كده اتطرح المشروع بتاع ايفيرا، هوري حضراتكم اللوكيشن بتاعه. ده كده ايفيرا، هو يعتبر خلف او في ظهر مشروع بيراميدز، مساحة الارض بتاعته 8,000 متر، برضو ارضي و5 ادوار تجاري. الدور الارضي هيبقى فيه هايبر ماركت، الدور الاول هيبقى فيه سكاتينج، الدور الثاني ده هيبقى مخصص لتجارة الذهب والفضة، والدور الثالث ده هيبقى كيدز اريا، والدور الرابع والخامس دي هتبقى منطقة فود كورد ومجمع سينمات. الأسعار فيه بتبدأ من 60,000 لحد 130,000. هم عاملين عرض سعر متر 38,000 قبل الديسكاونت، ده الأول 30 عميل هيتعاقد فقط. عندهم أنظمة سداد بدون مقدم على 5 سنين أو بدون مقدم على 6 سنين، وبيكون في دفعة 5% بعد سنة، وفي مقدم 10% والباقي على 7 سنين، وأول دفعة بتكون بعد سنة 5%، وفي مقدم 15% والباقي على 8 سنين، وأول دفعة أو بيبقى في دفعة برضو 5% بعد سنة. وفي عند حضرتك أنظمة سداد بعائد فوري بتحصل عليها لو دفعت 30%، بيبقى ليك أول قسط بعد سنة وبتقسط على 6 سنين، وبتاخد عائد 12% سنويا، ومعاك بقى النظام ده ساري من 30% مقدم لحد 50% مقدم بعائد سنوي بيوصل لـ18%. العائد ده بيكون مدته 2 سنين فقط من تاريخ التعاقد. انت عند حضرتك بقى المشروع ده او اليونتس بتستلم نص تشطيب استلام خلال 2.5 سنين. عندنا رابع مشروع اتطرح خلال الفترة اللي فاتت، وهو يعتبر احدث مشروع، اللي هو المشروع بتاع سمارت، هوريه لحضراتكم. ده اللوكيشن بتاع سمارت في الاريا ديت بالظبط كده، جنبيه مساحة جاردن. سمارت هو الأونر بتاعه شركة الكابتن كونستراكشن، مساحة الأرض بتاعته حوالي 4,000 متر،
المشروع عبارة عن أرض وخمس أدوار تجاري. طبعا المنطقة دي كلها كده عبارة عن يعني مولات تجارية بالكامل، ارتفاعات أرض وخمس أدوار، المساحات فيها بتبدأ من 20 متر، وهو المشروع الوحيد اللي بيسلم تشطيب كامل في المنطقة ديت، استلام خلال سنتين، عنده أنظمة السداد مقدم 10% وتقسيط على 6 سنين مع خصم 15%. سعر المتر عندهم بيبدأ من 40,000 قبل الديسكاونت، وفي مقدم 20% وبتاخد ديسكاونت 15، مقدم 20% وديسكاونت 15% وتقسط الباقي على 6 سنين، وبيكون في مقدم 25% بتاخد ديسكاونت 20% وبتقسط الباقي على 6 سنين، وفي عندك لو دفعت 30% مقدم بتقسط على 7 سنين وبتاخد خصم 25%، بالإضافة إن بيكون أول قسط لحضرتك بعد الاستلام. يعني كل المشاريع اللي احنا بنتكلم عليها هي في مرحلة الحجوزات بس. لو حضرتك طبعا مهتم بالاريا ديت، هي المهم جدا ان هي دي اهم منطقة تجارية في الوقت الحالي، لان كل المشاريع المطروحة دلوقتي هي لسه بالاسعار الافتتاحية بتاعتها، فدي بتبقى طبعا حاجة مهمة جدا لأي مستثمر ان هو يشتري بسعر افتتاحي، لان بعد كده الاسعار هتزيد بشكل ملحوظ جدا، وهتبقى طبعا حاجة مهمة جدا لكل الناس اللي حجزت بالفعل ان هي تستفاد بالاسعار الافتتاحية، فتقدر ان هي تعمل ريسيل في خلال فترة زمنية قصيرة. طبعا لو في اي حد محتاج اي تفاصيل اضافية، محتاج ان هو يتواصل معايا مثلا، نشوف ايه الافيليبيليتي اللي موجودة بتاعت الوحدات ونختار اميز اللوكيشنز بحيث ان انا اطلعها لحضرتك، بنتكلم مثلا محتاج البروشورز او كده، يقدر يتواصل معايا من خلال الضغط على اللينك اللي بيكون موجود في اول الديسكريبشن. حضرتك مجرد ما بتضغط على اللينك ده هو هيوصلك على طول على الواتساب الخاص بيا، او رقمي طبعا ظاهر مع حضراتكم، تقدروا تشرفوني بالتواصل في اي وقت. انا معاكم محمود كساب، استشاري ريال استيت العاصمة الادارية الجديدة، وشكرا جزيلا لحسن الاستماع.